Since we opened, the numbers of deliveries increased very, very far. Like in the last 4 months, we have done more than 500 deliveries, which is quite something. Together with the deliveries and the inpatient department, we also run consultations, sexual reproductive health consultations. أنا كنت قابلة أهلية بالبيت. أشتغل عندي عيادة ببيتي وأشتغل بيها. صار لي تقريبا هوني أنا 17 سنة. والله هي مكثرة من اللي يجون هوني أنا أعرفهم يعني وكانوا يولدون عندي. أفضل أولده هوني على أن أولده يعني أمان. بالبيت شوية يعني واحد هم يخاف. لا يصير قدر لا يصير شغلة يعني ما مضبوطة لأن الولادة بها مفاجآت يعني ما نتوقع ايش يحصل بيها مرات يحصل نزيف مرات المريضة يغمى عليها فبهالحالة هذه هوني وفحوصات قبل الولادة عنده تفوت على الترياج وعلى اي ان سي وتكمل فحوصاتها بالمختبر وبعدين إذا كان عنده حالة ولادة تجي هوني عندنا This is becoming no longer a maternity but a real hospital. أنا ولدت 10 أطفال ثلاثة ذكور وسبعة إناث وكانت الحمد لله والشكر ولاداتي كلها سهلة حتى البرايمي ويقولون المثل يقول أنه اللي ولادته سهلة ويحضر المريضة اللي تولد يسهلها الله عليها والحمد لله والشكر.